لذلك الناموس، وبالتالي هو الحليف الاستراتيجي لها. متابعينا الكرام، نذكر بأن التتويج سيكون إن شاء الله بعد ختام نهاية هذا الشوط، واللجنة المنظمة لسباقات الهجن تقوم بدعوة السادة الفائزين بالرموز بالشلفة الذهبية وبالخنجر الشلفة الفضية عفوا والخنجر الفضية في منافسات وتحديات الأشواط العامة لهذه الأمسية الجميلة. مشاهدينا الكرام، شوط مسك الختام لهذا اليوم الخميس ينطلق وتنطلق معه مشاهدينا الكرام هذه الشعارات المتميزة، وفيه أحيل الميكروفون للزميل عبد الله بن عثمان العمدة ليكون حاضرا ومتواجدا معكم في المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا، شكرا للأستاذ سعد بن مثلع التيبي على تواصل الجميل، نتواصل معكم في هذا الأداء الممتاز وعلى هذا أيضا الشوط الذي يعتبر الشوط العاشر، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب للمركز الأول وبقية المراكز جوائز نقدية ثمينة. مشاهدينا حفل الكريم، الإخوة المتابعون في كل مكان عبر قنواتنا الفضائية، نحييكم ونتابع معكم هذه الانطلاقة المثيرة ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير، ختامي الشحانية ميدان التحدي، حيث الحضور الرسمي والشعبي. التواصل والمركز الأول، هناك بديع للسيد سعيد الأمين محمد السوداني في مقدمة الشوط وعليه مراجعة لجنة التشبيه مشاهدينا، بينما ينخطف في هذه اللحظات ينخطف من قبل شاهين للسيد حمد بالدليلة باللويع العامري الذي خطف الأضواء وانتقل نقلة جميلة لصدارة هذا الشوط. هناك مناوشات من البداية من قبل لطام لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري، بينما هنا قدوم آخر وانتقال جميل من قبل الذيب لمحمد بالسعودي الاكتبي خطف المركز الثاني، بينما أيضا نتواصل مشاهدينا نحن بدورنا بعد المركز الخامس مباشرة، هناك اللي وصل الخلاوي لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي هو الذي خطف المركز الخامس، ونحن في فئة الفايف ستار هنا مشاهدينا في ختام الشحانية هنا الجميل، ختام أيضا تحدي ممتاز، وكما نرى هذا الجمهور الحاضر مشاهدينا الأعزاء هو دليل على ذلك النجاح الجميل والتنظيم الرائع مشاهدينا، والعودة للصدارة، العودة لمشاهدينا ومجريات وأحداث هذا الشوط. وهناك الذي خطف الأضواء وكما نرى على الشاشة مشاهدينا هنا مع هذا المخرج الجميل أبو طلال، نشوف الصدارة مع شاهين لحمد بالدليلة باللوي العامري على الشاشة وبجواره تماما على خط واحد ولاين واحد مشاهدينا، هناك من ينافس الذيب لمحمد السعودي محمد بن علي السعودي الاكتبي مشاهدينا، بينما ننتقل مباشرة إلى لطام لمحمد سعيد محمد بن زيتون المهيري الذي متواجد أيضا بدوره في المركز الثالث. هذه هي الثلاثة مراكز مشاهدينا حفل كريم التي تصدرت هذا الشوط وقادمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة. نتواصل مع المركز الرابع والمركز الرابع الخلاوي لراشد بن ناصر بن جبر النعيمي الجبر النعيمي الذي خطف المركز الرابع وبدأ بمطاردة وملاحقة، بينما هناك المركز الخامس لنكمل الفئات الخمسة شاهين للسيد سعيد بن علي بن وحير الدرعي مشاهدينا الذي خطف المركز الخامس في هذه اللحظات، ونرى هناك شعارات قادمة بثبات جميل والشعارات تزين هذا أيضا الميدان لأبناء مجلس دول التعاون الخليجي الذين بالفعل ساقهم التنظيم وساقهم أيضا هنا أيضا مشاهدي الأعزاء هذا الميدان ميدان التحدي مع هذه الشعارات اللي حاضرة مشاهدينا من بداية هذا المهرجان السنوي الكبير. لنا العودة ولنا هناك الإثارة في المقدمة، والمقدمة ما زالت تحت أقدام مشاهدينا حتى هذه اللحظات الثنائية. الذيب اللي غير لمحمد بن علي بالسعودي هو من خطف الأضواء وانتقل، وهناك أيضا مناوشات ومجاور له أيضا من في المنافسة من البداية مشاهدينا، كما نرى مشاهدينا اللي هو شاهين لحمد بالدليلة باللويع
العامري مشاهدينا، وايضا هناك الثالث الذي انضم لهم مشاهدينا للطام لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري. هذا هو الثلاثي مشاهدي الاعزاء الاماراتي الجميل مشاهدينا من خلال هذه المشاركه الممتازه مشاهدينا. كما ذكرت دائما هذا الميدان الذي يجمع ابناء مجلس دول التعاون الخليجي. نشوف مشاهدينا المركز الرابع وننتقل هناك الخلاوي لراشد بن ناصر الجبر النعيمي اللي بدأ أيضا ينطلق في المركز الرابع اللي ينضم مشاهدينا إلى قائمة هذا الشوط، بينما هناك التقييد اللي طرى وجرى من قبل المركز الخامس في هذه اللحظات براق لجار الله بن حمد بن سالمين المري الذي ينطلق في هذه اللحظات. ومن خلال المتابعة من خلال الرصد بالكاميرات والأعين المجردة والمتابعة مشاهدينا هنا أيضا مشاهدينا كما نرى في هذه اللحظات، والجموع اللي قادمة أيضا هناك المخفي أعظم شعارات قادمة سوف يكون لها أيضا حضور في الكيلومتر الأخير، ولنا عودة نحن دائما مع هذه الأحداث الجميلة مع أيضا تنظيم الشحانية 2010 غير. يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل، وشوفوا بن زيتون من عمق الميدان يأخذ موقع جميل للانطلاق مشاهدينا بمشاركة هنا للطام لسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. تسلل من عمق الميدان تماما ليأخذ موقع جميل، هو موقع المرموق موقع الصدارة الآن أمامكم على الشاشة، والمركز الثاني أصبح مباشرة يليه الذيب لمحمد بن علي بالسعودي الاكتبي مشاهدين الذي ينتقل ثانيا، وأصبح في المركز الثالث شاهين للسيد حمد بالدليلة باللويع العامري الذي أصبح في المركز الثالث، وأرى هناك شعار بن سالمين اللي بدأ يندفع مشاهدينا في هذه اللحظات مشاهدينا اللي هو براق لجار الله بن حمد بن سالمين المري، بدأ أيضا باندفاع بدأ أيضا بانتقال جميل مشاهدينا لملاحقة المراكز الأولى والمركز الخامس من نصيب هناك الخلاوي لراشد بن ناصر الجبر اللي انتقل خامسا، وهناك الشعارات التي نراها بدأت تقترب مشاهدينا من الأسامي وبدأت تقترب من المراكز المتقدمة التي نحن دائما مخولين بإذاعتها لكي نعطيكم الوصف التفصيلي الحي مشاهدي الأعزاء والمباشر من ميدان التحدي بالشحانية. نشوف الصدارة والصدارة حتى هذه اللحظة تحت أقدام مشاهدينا للطام للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري، هو الذي محافظ كل المحافظة حتى هذه اللحظات، ونحن 1500 متر ما تبقى من عمر هذا الشوط والمسار مشاهدينا كما نراه بخطى ثابتة تحت أقدام للطام ويليه ومنافس قوي مناوشات قادمة، والمناوش القوي الآخر الذيب لمحمد بن علي بالسعود الاكتبي، ووصل أيضا بن سالمين كما توقعت مشاهدينا اللي هو براق لجار الله بن حمد بن سالمين المري، بدأ يقترب من ايضا هناك الاثنين اللي في المقدمة اصبح ثالثا، وما شاء الله التحركات بدت والمضمرين والملاك مشاهدينا لهم الكلمة ولهم المساير، وبدت الاوامر مداوي ولكن شاهين للسيد حميد بن معيوف العويسي. يا سلام، والمركز الخامس من نصيب هناك مداوي لعبد الهادي بن ناصر الشايق الشهواني، بدا يوصل مشاهدينا ولكن الكل وصل والعد التنازلي بدا، وينكم العد التنازلي بدا تماما، وهناك بالسعودي وبن سالمين وبن زيتون. يا سلام، هناك المركز الاول واللي غير وما شاء الله بالسعودي محمد بن علي بالسعودي الاكتبي مع الذيب، ولكن هناك للطام لسعيد محمد بن زيتون المهيري، والمركز الثالث من نصيب مشاهدينا هو كما نرى براق لجار الله بن حمد بن سالمين. يا سلام يا سلام، وبدت الانطلاقه وبدا التحدي وبدت الاندفاع، طار اللي قاعدين ما شاء الله طيور طائره، قولوا ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الانطلاق ولكن للطام للسيد سعيد بن محمد بن زيتون، وهناك
ذاكرة أيضا شعار بن سالمين، براك دار الله بن حمد بن سالمين غير إلى الثاني وينافس للطام. يا السلام بن زيتون وبن سالمين والمعركة الأخيرة، يا من له ناموس، الناموس لمن أقرب للطام. مشاهدينا ها هي الصورة الجميلة، صورة للطام. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. سلام يا دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة مدينة العين، تهانينا. والمركز الثاني وصل أيضا براك لجار الله بن حمد بن سالمين المري، والمركز الثالث من نصيب مداوي لعبد الهادي بن ناصر الشايق الشهواني، والمركز الرابع مشاهدينا لمحمد بن علي بن سعودي، والمركز الخامس من نصيب شاهين للسيد مبارك بن طرشوم العامري. عشنا شوط جميل من هذه الأشواط الجميلة والأشواط الختامية، والسيارة ذهبت لابن زيتون مع الطام. مشاهدينا من خلال هذا الأداء الجميل، الصورة تعكس وتعبر عن نفسها، صورة أيضا المخرج أبو طلال أيضا له التحية. شوفوا أيضا الإعادات الجميلة والإعادة بالحركة وعبر الكاميرات الجميلة المنتشرة لتغطي هذا الحدث والعرس التراثي الكبير. وها هي ساعات الوصول للطام. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري. 9:46:22 جزء من الثانية، لك التحية أيضا يا أبو سعيد على هذا الأداء الجميل. نشوف المركز الثاني، ساعات وصول المركز الثاني اللي قدم عرض جميل ايضا. نشكر علي براق للسيد جار الله بن حمد بن سالمين المري، وقطع المسافه 9:47:22 جزء من الثانيه. تهانينا ايضا لجار الله بن حمد بن سالمين على هذا الاداء الجميل اللي قدمه براق من خلال هذه المشاركه الختاميه الجميله. المركز الثالث كان من نصيب ايضا مداوي، فاجانا باللحظات الاخيره لعبد الهادي بن ناصر ال شايقه الشهواني، قدم اداء جميل وفاجانا، وصل في المركز الثالث 9:50:16 جزء من الثانيه. تهانينا ايضا أبو ناصر عبد الهادي له التحية في هذه اللحظات. ما يسعدني إلا أن أحيل الميكروفون إلى الزميل سعد، الأستاذ سعد بن متلع العتيبي، ليوافيكم بختام وتتويج الإخوة الفائزين من خلال هذه الشاشات المنتشرة مشاهدينا في كافة هذا الميدان. شكرا للزميل عبد الله عثمان العمدي. أيضا متابعينا الكرام، هكذا تابعنا معكم منافسات هذا اليوم، يوم الخميس 22 من شهر أبريل نيسان لعام 2010، وهذه نشرة صاحبة الشلفة الذهبية التي توجت بها من خلال الأداء المتميز، ونشرة قدمت لنا آخر الأخبار، وكانت هي الخبر العاجل الذي صدح في آفاق ميدان الشحانية. نشرة إذا مشاهدينا الكرام توافينا بآخر أخبار الأصالة وبآخر أخبار منافسات الجذاع وتحدياتها الرائعة. نشرة لسيف بن محمد بن زايد الخيارين، وهذا الشعار المتميز، شعار الممثل الدائم في كافة الميادين وفي الأشواط الرئيسية. إذا تهانينا لأبو محمد على هذا الفوز، والتهاني أيضا إلى واحد من فطاحلة المضمرين وعمالقتهم على الإطلاق جابر بن جفين المري. متابعينا الكرام، نشرة والتي حملت متابعينا الكرام هنا الأحلام القطرية في بقاء هذه الشلفة، فكانت الشلفة هنا في قطر من وإلى قطر. متابعينا الكرام، سيف بن محمد بن زايد الخيارين ونشرة، وهذه هي لحظات الوصول 9:24:16 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك.